هذا يسأل عن حكم معالجة الطبيبة للرجل، معالجة المرأة الطبيبة للرجل الذي ليس محرما لها، لا يجوز هذا. الرجال يعالجهم رجال والنساء يعالجهن نساء، هذا هو الواجب، إلا عند الضرورة. إذا وجدت ضرورة، رجل مريض ولا هناك من يعالجه إلا امرأة، تعالجه للضرورة. والعكس، امرأة مريضة ولا هناك من يعالجها وعليها خطر من المرض، ما فيه من يعالجها إلا رجل يعالجها للضرورة. أما ما دام يوجد غنى عن معالجة النساء للرجال والرجال للنساء فلا يجوز هذا. نعم.